إلى ملفنا الثالث، جندت الشبيبة الثورية 3 أطفال في مدينة الحسكة مستغلة الحالة الأمنية التي عقبت هجوم عناصر من تنظيم الدولة على سجن الصناعة جنوبي المدينة. وقالت سعادة خليل لموقع تلفزيون سوريا إن ابنها محمد من مواليد 2007 خطف من قبل الشبيبة الثورية الأربعاء الفائت أثناء وجوده بالقرب من حاجز للشبيبة الثورية في حي المفتي بمدينة الحسكة، في حين أبلغت عائلتان أن ولديهما خطفا في حي أو من حي الكلاسة والصالحية في المدينة. نتابع هذه القصة ونعود للنقاش. مستغلة الأعمال القتالية والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي دارت في محيط سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة، عناصر من الشبيبة الثورية تتسلل على خط الأزمة وتخطف أطفالا بهدف تجنيد مزيد منهم في صفوفها. مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا كشفت أنه مع ازدياد خطورة الوضع الأمني في الحسكة خلال الأيام الماضية، لجأ الأهالي من أجل حماية أنفسهم إلى حمل السلاح ونصب حواجز بين أحياء المدينة، الأمر الذي سبب ازدياد وتيرة خطف القُصّر لعمليات في الوقت الحالي. إحدى أمهات المختطفين روت لنا تفاصيل ما حدث لطفلها إذ تم اقتياده بالقرب من أحد حواجز الشبيبة الثورية، من ثم سوقه إلى سيارة فان بيضاء بحسب شهود كانوا في موقعة الاختطاف، ومنذ ذلك الوقت انقطعت جميع أخباره. ناشط إعلامي من الحسكة ذكر لنا أيضا أن الشبيبة الثورية جندت طفلين آخرين في حيي الصالحية والكلاسة، مستغلة في ذلك إلى جانب كل الأسباب الأمنية السابقة الحالة العاطفية التي يعيشها المدنيون والمتعلقة بمشاركتهم بحماية مناطقهم، مؤكدا عدم توافر معلومات واضحة حول عدد المختطفين، بالإضافة إلى تعمد بعض الأهالي إلى التكتم عما يحصل بحق أبنائهم. أما عن السيرة الذاتية لقوى الشبيبة الثورية فهي تعمل في مناطق قصد، استقطبت جيشا من القُصّر الذكور والإناث بفعل الترهيب بأكثر الأحيان لتزجهم في معسكراتها، ومن ثم دفعهم إلى أعمال شاقة أو ساحات القتال، بما يرقى لأن يكون انتهاكا منظما لطفولتهم. لمعلومات أكثر ينضم إلينا الصحفي سامر الأحمد من إسطنبول. أهلا بك سامر. يعني بداية أنا حابب أعرف من هم الشبيبة الثورية، لمن ينتسبون، ما كيانهم؟ الشبيبة الثورية أو ما يعرف باللغة الكردية جوانين شارشكر هي تنظيم رديف يتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي البيدة. البيدة حزب تأسس في سوريا عام 2003، هو يعتبر جناح سوري من حزب العمال الكردستاني الذي يتزعمه عبد الله أوجلان المعتقل في تركيا والذي ينشط هذا الحزب في جبال قنديل. جوانين شارشكر فعليا بدأنا نسمع باسمها خلال 3 سنوات الماضية، يقوم عملها على أولا تجنيد الأطفال القاصرين والقاصرات ثم نقلهم إلى معسكرات تتبع للحزب حتى يقال أنها تذهب بهم إلى قنديل. ثانيا أيضا من أعمال جوانين شارشكر هي الاعتداء على أي مناوئ سياسي لحزب البيدة أو قصد بشكل عام، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات وحرق لمكاتب الأحزاب الكردية وخاصة مقرات المجلس الوطني. يعني مهمة تشبيحية فينا نقول. يعني للأسف أن نقول نعم هي كذلك، هي مجموعة من الشباب المناصرين والمؤمنين بأيديولوجيا معينة، هي الأيديولوجية التي يروج لها حزب العمال الكردستاني ورديفه السوري أو جناحه السوري البايدة. هنا لا نتحدث عن قصد، نتحدث عن قيادة قصد اللي هم البيدة وكوادر حزب العمال الكردستاني البيكيكي المعروفين بالكادرو، وهم مواطنين أتراك وليس سوريين في معظمهم، قد أتوا من الجبل
من جبل قنديل ويتحكمون بمفاصل الحياة الأمنية والاقتصادية في الجزيرة السورية وخاصة في محافظة الحسكة. طب لماذا أطفال؟ يعني لماذا الأطفال بالتحديد، وكم أعمارهم تقريبا، وكيف بتتم عملية الاختطاف؟ نعم، إذا عدنا إلى التنظيرات أو الإطار النظري لحزب العمال الكردستاني والبايدة، نرى أنهم يعني يرفضون فكرة الزواج وتكوين العائلات وما إلى هنالك من أمور في فكرهم الأيديولوجي. لذلك هم بحاجة لدماء جديدة شابة بشكل مستمر من أجل رفض تنظيمهم، باعتباره هو تنظيم راديكالي قائم على التجديد، يجب أن يتجدد بشكل دائم، مثل إذا انصح التشبيه بتنظيم القاعدة أو غيره. يعني على إطار فكرة أشبال الخلافة، هناك فكرة أن يقوم باستجلاب أو إقناع بعض الأطفال من المناطق الكردية. للأسف حتى أن معظم الأطفال الذين يتم تجنيدهم هم من عائلات مقربة من حزب البيضة، يعني هذا الظاهر خلال الفترة الماضية، يقومون باختطافهم أو إقناعهم. الطفل عمره 12 سنة أو 13 سنة، إقناعه بمبلغ من المال أو بحمل سلاح أو بامتيازات ثانية، الطفل بالنهاية أكيد لا يؤمن بفكرة، يتم أخذهم في معسكرات في الحسكة، ومعظم هؤلاء الأطفال للأسف يتم نقلهم لاحقاً إلى معسكرات في جبال قندير حيث يعيشون لعدة سنوات هناك، يتم غسل أدمغتهم، يتعرضون يعني لتعبئة عقائدية راديكالية أديولوجية في إحصائية على مدى عدة سنوات. نعم. في إحصائية لأعداد الأطفال اللي حاليا؟ والله للأسف بما أنه قصد تنفي أي علاقة لها بهذه المنظمة، لا يوجد إحصائية رسمية، لكن نحن على اطلاع أنه كل شهر تقريبا هناك خطف ما يقارب 10 إلى 20 طفل، هي يعني المعلن عنها. اللي عم يصير أنه بصراحة قصد بسبب ضغط دولي خلال السنوات الماضية، قامت السنة الماضية بالتوقيع على اتفاقية منع تجنيد الأطفال القاصرين كإطار قانوني دولي، قصد تتنصل من مسؤولية هذه المنظمة. هذه المنظمة هي إطار غير قانوني، قصد تقول أنها لا تتبع لنا. مظلوم عبده رأينا خلال آخر اعتداء لها كان على أحد مقرات أحزاب المجلس الوطني الكردي، مظلوم عبده وصف الاعتداء بأنه قام به مجموعة من الخارجين عن القانون، أو يعني وصف المجموعة ولم يصف جواني شورشكر كتنظيم، وإنما وصف هذه المجموعة التي قامت بحرق المكتب بأنهم خارجين عن القانون أو ما إلى هنالك. قصد تقوم اليوم يعني بمحاولة تلميع الصورة عبر التالي: جواني شورشكر شهريا مثلا يخطف 10، مكتب منع تجنيد الأطفال في الحسكة يقوم بإرجاع 3 أو 2، ولكن 7 البقية لا يتم إرجاعهم. رأينا آخر حالة خلال قبل شهر تقريبا، هناك طفلة كانت قاصر ومريضة من عائلة كدو، وكانت بنت أخ عضو الائتلاف عبدالله كدو، تم اختطافها من منزل أهلها واقتيادها إلى معسكرات التجنيد بعد حملة مطالبات وضغط دولي وتدخل المجلس الوطني الكردي وأحزابه وداعميه ومن عدة قوى دولية. تم الضغط، تم إعادة الطفلة، ولكن الأطفال الذين تم خطفهم في نفس المكان أو نفس الإطار الزمني للأسف لم يتم استرجاعهم حتى الآن. للأسف يقوم التنظيم بمنع أي تواصل للطفل مع ذويه بشكل مباشر، لا يمكن لأم أن تتكلم مع طفلها بأي شكل من الأشكال، لأنهم يخافون من أنه الطفل يخشى على أمه أو يرضخ لمطلب أمه ويعود. هناك يعني تنظيم أمر منظم غاية بالتنظيم، الأمر لا يتم بشكل عشوائي أبدا، يتم استهداف عائلات محددة. للأسف يعني هناك كثير من العائلات تسكت، تعلم أنه نحن في الجزيرة مجتمع بالنهاية قبلي، عائلات لها سمعة ولا وتخاف على سمعة أبنائها، لذلك البعض يسكت ويلجأ إلى يسكت على أمل ماذا؟ على أمل أنه يتم إرجاع يعني الطفل؟ للأسف بداية يحاولون إدخال وساطات، ثم بعد انقطاع الأمل خلاص، يعني هذا الذي حصل. أنا لدي حالة على معرفة شخصية بهم، وهي عائلة عربية وليست كردية، تم تجنيد ابنهم، كان عمره 12 و13 سنة قبل 4 سنوات، قبل نهاية معارك داعش، وبعد تجنيده بسنة تقريبا تم الإعلان عن مقتله
في معارك مع تنظيم داعش في معركة قرب الباغوز، قبل معركة الباغوز، وتم إعطاؤه اسم حركي وتم دفنه في ما يسمى مقابر الشهداء. عمره لما قتل كان 14 سنة. هو كان اسمه علي، تم تغيير اسمه لاسم ثاني، هذا يعني الاسم تركي للأسف وليس كردي، حتى اسم تركي. هذه السنة تم اختطاف أخته لهذا الشاب، وحاولوا إعادتها بأي طريقة كانت. آخر ما تم التوصل إليه أنه الفتاة هي من تقرر. الفتاة بعد شهر أو شهرين بالمعسكرات يتم غسل دماغها رفضت العودة إلى أهلها، وخلاص يعني الآن تم تجنيدها وأهلها قطعوا الأمل. الموضوع معقد جدا بمجتمع مثل مجتمع الجزيرة، تحكمه بعض العادات والتقاليد، لذلك يتم السكوت عن كثير حالات للأسف. هذا الغلط، لكن يتم اليوم السكوت على هذه الحالات. المشكلة لا يوجد لا إطار قانوني ولا قضاء، يعني بالنهاية نحن نتحدث عن ميليشيا غير قانونية غير مسؤولة، قصد نفسها تتنصل، التحالف يتنصل، وكلما نحن كنشطاء أبناء المنطقة تحدثنا مع التحالف بخصوص وضع حد لهذا الأمر، يقولون معقول، يعني معقول بيصير هيك بالمنطقة، نحن ما لنا خبر. للأسف يعني هذا التنصل، يعني التحالف يتحمل مسؤولية قانونية بصراحة بشكل مباشر. أولا لأنه قصد بالنهاية هي ميليشيات غير قانونية، غير يعني غير شرعية إن صح القول، وهي كما أسلفت القول هي جناح سوري من حزب مصنف على قوائم الإرهاب الدولية. يجب أن نعي هذا الأمر، لأنه أي حزب مصنف اليوم لا يمكن أن يطالب الجولاني بالالتزام بالشرعية الدولية وبقوانين منع تجنيد الأطفال، كما لا يمكننا أن نطالب مظلوم عبدي بنفس الأمر للأسف يعني. نعم. طب سامر، يعني برأيك هل ظروف يعني الاعتقال والاختطاف إلى علاقة بأحداث غويران، وهل هذا قد يكون مبرر لاختطاف المزيد من الأطفال؟ نعم للأسف، يعني ما حصل من هجوم سجن غويران مؤخراً يعني استفادت منه قسد كثيراً في عدة قضايا. أول قضية هي إحداث استمرار في نهج التغيير الديموغرافي الذي كنا أشرنا إليه في عدة مقابلات سابقة، من خلال مصادرة أراضي ومنازل وهدم منازل، حملة اعتقالات على المدنيين. رأينا يعني أيهم هناك أمر غاية في الخطورة والأهمية حصل خلال الأيام الماضية، وهي تسليح المدنيين. يعني وقد أوضح مركز المساءلة والعدالة قبل يوم البارحة هذا الأمر، بأنه تسليح المدنيين وزجهم في معركة في مواجهة تنظيم خطير كتنظيم داعش، يعني هذا أمر مصيبة بصراحة. لقد رأينا صور نساء ورجال كبار بالعمر يتم تحميلهم السلاح ويقولون لهم دافعوا عن أحيائكم. طيب أنتم عندكم 100,000 مقاتل، أين هم مقاتليكم الذين تقومون بتجنيدهم إجباري من أبناء المنطقة؟ اليوم أحداث السجن أيضا هذا التنظيم، يبدو هذا التنظيم غير القانوني أو المنفلت على الأقل صح التسمية، جواني شرشكر اللي هو رديف لحزب إرهابي بالتأكيد يعني، ويحمل شعارات هذا الحزب ويروج له، يقوم بزيادة الضغط على العائلات الكردية والعربية تحت حجة حماية المنطقة، محاربة التنظيم. يعني للأسف مناشدة المرأة قبل يومين كان مؤلم. صحيح. يعني طفل قاصر فوق أن يتم تجنيده أيضا يضيع، ربما قتل، ربما تم أسره، ربما أخذ كرهينة، ضائع هذا الطفل اليوم، يعني فوق أنهم ضيعوا مستقبله. وكأن الأهالي يربون أولادهم وأطفالهم لأجل هذا الموضوع ليتم اختطافهم وتجنيدهم. بنفس الوقت مسؤولي الحزب أبنائهم يدرسون في الجامعات الحكومية السورية، في جامعات النظام يدرسون، يقدمون الثانوية النظامية السورية المعترف فيها من النظام، بينما يحرمون أبناء المنطقة من تدريس هذا المنهاج ويجبرونهم على تدريس منهاج مؤدلج خاص بهم سواء عرب أو أكراد. فهذه الازدواجية للأسف يعني قيادة قسد لا تتحمل لا مسؤولية أخلاقية ولا قانونية، لأنها خارج هذا الإطار. لا يمكن مطالبة مجرم وأحد مثبت عليه بالالتزام بالقوانين بأي طيب سامر، يعني إذا بدنا نرجع لموضوع خطف الأطفال، وما البرنامج الذي يخضعون له؟ قلت أنه يتم غسل أدمغتهم، كيف؟ نعم، اولا يعني يتم على غرار، انا يعني بصراحه يعني ربما لا يرضى البعض بهذا التشبيه، ولكن نفس نهج اشبال الخلافه، يتم اولا اقناع الطفل عبر مغريات، ثم وضعه في معسكر مغلق منقطع عن اي وسط محيط به سابقا، وسط طفوله، وسط اصدقاء، وسط عائله، يتم ابعاده عن هذه الاوساط جميعها، يتم اخضاعه لدوره مكثفه فكريه عقائديه. يعني بالنهايه طفل عندما نقول له انت من اجل
هدف ما من أجل إقامة دولة قومية أو من أجل فكر ما، يتم تشريب هذا الطفل بهذه الأفكار وهو طفل 12 سنة أو 10 سنوات، بالتأكيد سهل إقناعه بصراحة. ثم بعد ذلك يتم تدريبهم على السلاح. أنا قلت البعض يتم زجهم في خطوط الجبهة الأمامية كوقود للمعارك كما حصل قبل أيام في سجن غويران، والبعض يتم نقلهم إلى قنديل من أجل أن يتم تجديد رفض كوادر حزب العمال الكردستاني ورفضها بدماء جديدة. أسلفت أنه موضوع تكوين العائلة والزواج تحت قيادات يعني المعروف أنه جميل بايق أو غيره، حتى الآن غير متزوجين يعني، حتى أوجلان نفسه الذي يتغنون به. فالموضوع يعني بصراحة موضوع معقد إشكالي. المشكلة بهذا التنظيم أنه تنظيم يعني لا يوجد له مكاتب علنية، لا يوجد له نشاط يمكن متابعة أنشطته، ملاحقتهم قانونيا. يعني بالنهاية هو تنظيم يتبع لميليشيات مخفية ملاحقة من عدة دول مصنف على قانون الإرهاب. شكرا لك الصحفي سامر الأحمد، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونكون مع حكي ميديا.